إلى نائب رئيس بلدية جنين معنا الأستاذ محمد جرار ينضم إلينا مباشرة. تحياتنا لحضرتك أستاذ محمد. كان الحديث وتصريح من بلدية جنين بأن القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم من العمل على إصلاح شبكات المياه، وكان هنالك يعني تعمد في استهداف شبكات المياه ليس مستبعد. هل هنالك أيضا استهداف لبنى تحتية إضافية فيما يتعلق بجنين أستاذ محمد؟ صباح النور. ما جرى بالأمس ولا لا زال يجري حتى هذه اللحظة. إسرائيل لا زالت عمليتها مستمرة في منطقة مخيم جنين وبعض أطراف المدينة وبعض أحيائها، ولا زالت تستخدم ذات الإجراءات وذات الآليات. وأنا بالأمس على عبر القناة تحدثت مثلا قلت إن إسرائيل لهجت لهج جديد في تعاطيها مع الـ مع الـ مع القضايا الوطنيه الفلسطينيه. اسرائيل الان يعني باشرت وشرعت من الدقيقه الاولى لعمليه العسكريه في جنين. اولا بدات عمليه عسكريه في منطقه مكتظه بالسكان، كيلو متر مربع يوجد واحد يوجد به 15,000 ساكن. بدات اسرائيل بعمليه مباغته لم توجه انذار واحد للمدنيين، وبالتالي هذه العملية هي في منطقة للمدنيين، منطقة مدنية بامتياز، نعم. منطقة كاملة للمدنيين، لا يوجد أي معسكرات، لا يوجد أي تجمعات، لا يوجد أي بعض المقاومين الأفراد هنا وهناك، ولكن لا يوجد أي تجمعات، لا يوجد أي مظاهر عسكرية، لا يوجد أي مظاهر مسلحة واضحة. إسرائيل باشرت عملية وهو خرق واضح وفاضح للقانون الدولي، وهذه جريمة يجب أن تعاقب عليها إسرائيل. نعم. بدأت عملية مباغتة في منطقة مكتظة بالمدنيين. جميع 99% من الإصابات التي تحققت في صفوف المواطنين هم مدنيين بامتياز. الشهداء أغلبهم مدنيين، الجرحى بنسبة 99% طيب. منهم مدنيين. كل ما تم استهدافه في هذه العملية هي لا زالت أستاذ محمد مستمرة يعني تحرك الآليات العسكرية لقوات المحتل الإسرائيلي كما نتابعها الآن على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن العملية مستمرة ولا زالت هذه الآليات العسكرية هي تجوب الشوارع. نعم. نعم. بالأمس تعاملت بلدية جنين والمؤسسات المدنية في جنين تعاملت مع حالة كارثية. تم إجلاء بقسرة 3500 مواطن ماشي ليلا، اطفال ونساء وشيوخ تم اجلائهم ليلا، وكان على عاتق هذه المؤسسات ايواء 3500 شخص خلال ساعات بالرغم من وجود، وكانت مستمره العمليه حتى اثناء فتره الاجلاء. يعني اجلائهم يعني المحتل الاسرائيلي يتحدث انه لا يجبر الفلسطينيين على ان يغادروا مخيم جنين. على العكس، وهدد يعني اغلبهم هددهم بقصف منازلهم ان لم يغادروا. هذه الرأي كاذبة ومفضوحة. تم تهديدهم بشكل مباشر، إذا لم تخلوا منازلكم سيتم قصفها، وبالتالي أجبر المدنيين على الخروج مساء من منطقة عمليات، من منطقة اشتباكات. خرجوا وهم سيرا على الأقدام، شيوخ وناس كانوا على كراسي متحركة، كان مشهد إنساني بامتياز. نتحدث عن عدد كبير، يعني أكثر من 3000. نعم. 3500 شخص تم إيواءهم خلال ساعتين. يعني كان هذا المشهد محزن من هذا الجانب، لكن هناك كان شيء مشرف اخر. عندما تجندت كل اهل مدينه جنين لايواء اللاجئين بمشهد غير مسبوق، وهذا يدل على شيء، يدل على رسالة على وحده الشعب الفلسطيني وعلى على 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 تضامن الشعب الفلسطيني وعلى اراده الشعب الفلسطيني التي لا يمكن كسرها لا بالعمليات العسكريه. استاذ محمد، حضرتك أشرت منذ اللحظات الأولى والساعات الأولى لاقتحام المخيم وما يفعله المحتل الإسرائيلي ليس بالجديد وليس ببعيد عن كل انتهاكاته وكل أعماله المعروف عنه، ولكن هل من جديد اليوم فيما يتعلق إضافة للمدنيين وأرواحهم وارتقاء شهداء وجرحى وعديد منهم بحالات حرجة وخطرة؟ هل من استهداف مختلف اليوم لموضوع البنى التحتية، تقطيع الطرقات، محاولة لمحاصرة، إحاطة أكثر لمخيم جنين؟ ما الذي يفعله منذ يعني فجر أمس المحتل الإسرائيلي أستاذ محمد؟ لا زالت العملية مستمرة بذات الوتيرة، لكن الفرق في هذا الموضوع أنه عنصر الزمن لا زال داخل مخيم جنين، داخل منطقة العمليات أكثر من حوالي 12,000 مدني موجودين في هذه المنطقة. هؤلاء ال 12,000 مقطوع عنهم، خرج منهم 3500، لكن بقي 12,000 ساكن في المنطقة اللي كانت منطقة العمليات أو مصنع العمليات. هؤلاء بلا كهرباء، بلا ماء،
بلا يعني ادنى مقومات الحياه مش موجوده عندهم، ولا يستطيع احد الدخول. يعني الان احنا انا لا اتحدث معك من مركز احد مراكز الايواء تابع لبلديه جنين. نعم ماشي. وهذه المنطقه الان ننتظر رد من اليونيسف واليو ان دي بي في محاوله للذهاب للمنطقه العمليات وتقديم مساعدات انسانيه. هذا الوفد خلال ربع ساعه المفروض انه يوصل، ماشي، في محاوله بالفعل منهم لكسر الحال اللي موجوده ومحاوله ادخال مساعدات للناس اللي موجودين جوا المخيم. الحاله الانسانيه الان الاكثر صعوبه هي ال 12,000 اللي موجودين لا زالوا داخل منطقة العملية. يعني وعلى الرغم من كل الإمكانيات التي دائما نشير إليها بحواراتنا وحديثنا أستاذ محمد، الإمكانيات الصعبة والقليلة والضنينة، إلا أنه يعني بخطط الطوارئ التي لديكم حتى هذه اللحظة يعني تقومون بتأدية يعني الواجب المناط إليكم تجاه المواطنين والأهالي في المخيم وفي جنين المدينة. يعني بالحد الأدنى يعني نستطيع، لأنه موظفينا وعمال البلدية يعني عندنا فيها حوالي 450 موظف وعامل موجودين. لا نستطيع، جزء منهم موجود في منطقة العمليات أصلا، وبالتالي طواقمنا حتى مش قادرين نجي طواقمنا للعمل، يعني طواقمنا تتمكن تيجي تمارس عملها لا نستطيع جلبها لأماكن عملها لتمارس عملها. احنا في وضع صعب جدا، استمرار كل دقيقة تستمر في هذه العملية بيزيد الامور صعوبه وتعقيدا وبشكل خطوره بالغه جدا على حياه المدنيين وعلى يعني على ارواحهم وعلى وحتى هذه اللحظة عندما أشرت إلى الوضع الصعب وتوضيح الصورة من قبل حضرتك أستاذ محمد بتفاصيلها، حتى هذه اللحظة حتى موضوع وصول المساعدات الإنسانية، وكانت منذ الأمس إطلاق مناشدات دولية فيما يتعلق بالسماح بوصول مساعدات إنسانية للمخيم، حتى هذه اللحظة أيضا هذا الأمر يتعثر ويتعذر. لم نتلقى لحتى هذه اللحظه اي مساعده من اي جهه باستثناء المساعدات المحليه من الاهالي فقط، من الاهالي جنين المدينه واهالي الريف جنين، هم الوحيدين اللي قدموا مساعدات في مبادره مشكوره. احدى القرى اللي حول جنين تقدموا اليوم وجبه ساخنه ل 3500 نازح، يعني في التفات كبير جدا من الاهالي. كل المساعدات اللي قدمت الان هي مساعدات انسانيه اوليه، الأدوية. النازحون يذهبون إلى مراكز الإيواء أم إلى قرى ومدن قريبة من المخيم أستاذ محمد؟ تم تخصيص البعض منهم، ذهب لهم أسر وأقارب ذهب عندهم، والبعض الآخر تم تخصيص فنادق وتم تخصيص بعض السكنات الطلابية في منطقة الجامعة العربية الأمريكية، تم تخصيص لإيوائهم. والعمل جاري على إيواء الجميع، يعني كل عمالنا بنتواصل مع أرقام طوارئ منتشرة عند المدينة كاملة في المخيم، واي حدا بيتصل على اي رقم طوارئ بيتم بالفعل ايصاله لمركز ايواء. استطعنا ان نجهز خلال ساعتين، والحقيقه انه بالفعل ما تم انتاجه بالامس هو شيء مشرف، من خلال ساعتين تم ايواء هذا العدد الهائل على مدينه لا يتعدى تعداد سكانها 70,000. تم ايواء 3500 خلال ساعتين في خضم العمليه العسكريه، تم ايواءهم اثناء تواجد الاسرائيليين واثناء العمليات العسكريه، وتم استهداف بعض مراكز التجميع. وضعنا اربع مراكز تجمع للنازحين او تجمع اولي لنقلهم لمناطق الايواء. تم استهداف احد المراكز التجميع اللي كانوا موجودين فيها المدنيين. يعني لا يتم توفير. طب منذ ما وصفت بانها المجزره الشنيعه، موضوع السور الواقي و2002 والتهديم الكبير الذي طال يعني المباني السكنيه والاماكن في داخل المخيم استاذ محمد، ونحن نشهد تباعا يعني كل هذه المواجهات في البنى التحتيه والمباني، هل اليوم حجم الدمار يعني التصعيد الذي سبقه منذ أشهر واليوم نشهده في هذه العملية، حجم الدمار اليوم أكبر في هذه المباني السكنية ومناطق تواجد المدنيين أستاذ محمد؟ ما يحصل في هذه الأيام هو نسخة مكررة عن ما حدث في 2002. أنا يعني عشت تفاصيل ما حدث في 2002 والآن أعيش تفاصيل ما يحدث الآن. أعتقد أن هي نسخة مكررة من ما حصل في 2002. إسرائيل تمارس نفس في تقاطعات وتشابهات كبيرة في الأحداث أستاذ محمد. أسلوب العمليات اللي استخدمته إسرائيل في 2002 هو ذات الأسلوب الذي يستخدم الآن. إسرائيل في 2002 جرفت على رؤوس الأهالي 450 منزل في مخيم جنين، تم جرفهم، والبعض منهم كانوا الأهالي موجودين بداخله، بدأ بجرفه. والآن إسرائيل تمارس ذات الطريقة بذات الطريقة وبذات الأسلوب. لم نتمكن من إحصاء الدمار، لكن أعتقد أن الدمار لن يقل عن الـ عن الـ عن ما جرى في 2002. ناهيك الجديد في هذه المرحله هو استهداف البنى التحتيه بشكل مباشر ومتعمد.
في 2002 ما كان موجود هذا السلوك، لكن الان هو استهداف متعمد للبنى التحتيه. نعم. الان تم استهداف مستشفيين، مستشفى الامل للولاده ومستشفى جنين الحكومي، تم هدم جداره الخارجي وبشكل متعمد. يعني محيط نهايه محيط مستشفى ونحن نتحدث عن مصابين وحالات اسعاف. نائب رئيس بلدية جنين الأستاذ محمد جرار، كنت معنا مباشرة لتوضيح الصورة ووضعنا في تفاصيلها. أشكرك أستاذ محمد.